سي العربي نصر والله فما هما زوج جوانب مهمين في علاقتي به، فما جانب شخصي وفما جانب مهني، وساعات الجانب الشخصي والجانب المهني يتداخلوا مع بعضهم، وهذيك هي معناتها شخصية الإنسان. يلزم تكون في علاقتك بالآخر يا فيها جانب شخصي يا فيها جانب مهني، وساعات يكونوا الزوز. بالنسبة للجانب الشخصي سي العربي تعرفت عليه قبل بداية بث قناة حنا بعل في مرحلة التأسيس، وقت اللي كانت القناة ديجا اون شانتي معناتها مازلت ما كملتش. حكينا مع بعضنا، تقابلنا، تعشينا مع بعضنا في العديد من المناسبات اترافير احد الاصدقاء هو اللي عرفني به. شخصيا كنت كانت عندي قناعة انه السيد العربي نصرة وقت اللي باش ينجز قناة حنا بعل معناتها كتلفزة خاصة، كانت عندي قناعة انه باش يحقق ما طمح ليه وما بناه وما حاول انه يعمله. والريادة كانت عنده هو حقق للحق، تحديه الشخصي في انجاز قناة تلفزية خاصة في الوقت هذاك بالذات، احنا نحكيه وراء على 2005 وقتها يعني، وكانت التحدي متاعه انه ينجز القناة. وقت اللي حكيت معاه حسيت انه متحدي، انه قادر على ادارة مشروع اعلامي مشروع تلفزي، وكان يؤمن بالكفاءات سانسيرمون. كان حكي معايا انا وقتها ومع عفاف الغربي ومع العديد من الكفاءات، وكان يعتقد انه التلفزة اما ان تكون بنجوم او لا تكون، وكان له هذا معناتها. حتى بعد وقت اللي انطلقت القناة، انطلقت اولا من غير نجوم، ثم الحق بها ما يسمى بنجوم التلفزيون وقتها اللي عندهم تجربة. وشهدت قناة حنا بعل تألقها وشهدت معناتها العديد من النجاحات. نتذكر أول برنامج حكيت فيه معاه وقتها كان فرق قلبك، وكان هو اللي اختار العنوان، وكانت وقتها سابقة أولى في تاريخ الإعلام السمعي البصري أنه يتحكى في برامج اجتماعية، وقتها كانت بالتليفون، ولاقى البرنامج العديد من النجاحات والعديد من معناتها كان برنامج متميز جدا، وكان يراهن عليه وقت سي العربي. كنت انا وقتها وفرح بن عمارة في اول تجربة في قناة حنا بعل، وقف معنا في التجربة هذيك سانسيرمون، ووصلناها مع بعضنا. ومن بعد هنا يدخل الجانب المهني والجانب الشخصي. من بعد جات فكرة المسامح كريم وبرنامج اجتماعي ضخم سنة 2007 ولا هي 2008، وكان وقتها وقت اللي حكيت له على البرنامج وحكي فيه هو وزاد طور فيه في الحق في العديد من الأفكار، كانت فكرته الرئيسية فكرته هو سانسيرمون. أنا وقتها كانت عندي فكرة ياكو لا فيريتي كي كونت، قال لي لا نعملو هكا ونبدلو هكا ونقدو هكا. مشيت معاه لأنه كنت متأكد أنه كان عنده حلم أنه يعمل برنامج اجتماعي في الوقت اللي حتى تلفزة في تونس ما كانت تعمل برامج اجتماعية تستدعي فيها زوز أطراف. وهذايا إحقاقا للحق نقوله أنه قناة حنا بعل كانت رائدة في أول برنامج اجتماعي ضخم في تونس اللي هو المسامح كريم دون لو تون وقتها. في هذا الكل فما تحدي، مش معايا انا بركه، مع العديد من المنشطين، مع امام بحرون وقتها دون لو تون البرنامج والله نسيت اسمه، مع معز بن غربيه، مع العديد. وينكر ويخطئ من ينكر يعني على سي العربي نصر انه فتح المجال للكفاءات بكل حريه. خدمنا بصراحه بكل حريه بكل جراه، كان فما الحماس وكان فما القدرة على أنه نفسنا وقتها العديد من القنوات، التكيت التالي، نذكر قناة 7 التالي، قناة 21 التالي، القنوات كلها. كانت قناة حنا بعل هي الأولى في مستوى نسب المشاهدة، ونجحنا نجاح منقطع النظير سنة 2006 2007 2008، حتى لين خرجت أنا من عام 2008. هنا قلت أنه يدخل الجانب الشخصي بالجانب المهني، لأنه إذا كان الشخص ما تكونش معاه علاقة طيبة وعلاقة جيدة يسودها التفاهم ويسودها الانسجام لا تنجح معه بصراحة. هذا نقوله، نحب نقول حاجة هذا أحقاقا للحق، أنه سي العربي فتح المجال للكفاءات اللي لفظتها وقتها قناة 7، طردونا وقتها من قناة 7، جاء للمطردين الكل من قناة 7 وخذيهم وصنعوا ربيعوا نجاح القناة. حتى بعد ما خرجنا احنا انا وقتها ومعز بن غربية تواصل نجاح القناة ايضا. دونك هي ماهيش مزية لانه واحد زاد كفاءته، احنا ما قصرناش زادة، لكن هو كان اول من اعطى الفرصة للناس هذو. ما هذايا فضل لا يمكن لأحد أنه ينكره،
أو يتغاضى عليه أو ينساه. من جانب آخر نجحنا معاه بصراحة، معناتها حققنا نجاح كبير معاه وتعرفنا في قناة حنا بعل ونجحنا، وإذا كان نقلنا القنوات أخرى ستجراس إلى حنا بعل، احنا نعتبره من المؤسسين في حنا بعل، أنا وعفيف الغربي ومعزبة غربية وسمير الويفي زيادة أيضا، كنا تقريبا من المؤسسين اللي الله غالب ما كتبش المكتوب. هاو طوى القناة معناتها خرج منها سي العربي وخرجنا منها احنا، شوف معناتها المستوى اللي نزل كثيرا على المستوى الاولاني، مش خطر احنا خرجنا بركة، لا لانه فما ظروف تجتمع تجعل من قناة ناجحة، ومانيش نقدح لهنا في قناة حنا بعل، لا هناك تراجع على المشرفين والمسيرين في هذه القناة انهم يداركوا. نتمنى اني اعطيت حق الرجل لانه حقه اكثر بكثير من اللي قلته هذايا، والله نقوله بكل امانة وبكل صدق.